عليكم اسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في كل مكان اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقه الثامنه من انمي جريندايزر يو هذه الحلقه الاسطوريه والرهيبه والرائعه والممتعه واللي قاعد كل حلقه نشوف دايزر قاعد يتطور بشكل افضل رهيب وجميل في الكتابه في الرسم في تحريك حتى الرسم والتحريك في هذه الحلقه صراحه تطور الشخصيات عن حلقات اخرى سابقه الحلقه الثامنه من جريندايزر خلونا نبدأ. نبدا, طبعا اجمل احد اجمل الاشياء اللي صارت في القصه من وجهه نظري انا زي ما قال ابراهيم من قبل ان هذه ثاني معركه في المسل او ثاني حلقه في المسلسل ما فيها معارك حقيقيه ما فيها وحش كيكا جاي ويلا قتال ومجالد لا 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 جاء وحش وصل رساله ومشى <applause> ولا وش اللي جاب ان الوحش اللي جاء وصل الرساله روبينا كانت تتحكم فيه عن بعد عن من طريق المركبه الام اللي هم فيها فوق وكانت تقول انا شفت خطه مجد أقص عليهم تعطيهم كلام من والله شوف يا مجد يعني على فكره كنا قياده الوحش الالي من بعيد اصعب بكثير من انك تكون داخل الالي يعني أو داخل الروبوت لانك داخل الروبوت بيكون تحكمك افضل والرؤيه افضل وكل شيء افضل برضو هذا يعني شيء حلو صراحه توضحت في هذه الحلقه بعد ما سواها القائد بلاكي من قبل الان روبينا نفس الشيء لا وروبينا طقطقت عليهم ترى يعني قالت <applause> يعني انت ترى يعني قال ترى ايه ما تمدحك ترى قاعد تسب من وراء التريلات المشاكل قاعد تصير بين قادة كوكب فيجا والاميرات حقت كوكب فيجا هذا شيء يظهر, يظهر لك ان مدى كوكب فيجا على الرغم من قوته وحشيته ورعبته الا إن انه ما في تماسك انما اداري او قيادي وانما إيه. تفكك وطمع كل واحد من القاده قاعد يطمع انه يسفيد هو نفسه يعني وبالاخص الحقير زوريل خطته الاستراتيجيه يقول إذا اثبتنا ان خاين راح تقابل داسكي وماتت بطلقات خاطئه عادي يعني عادي انا والله <applause> والله ما كان ودي ما كان قصدي بس هي هي اللي وهقت روحها وهذه كانت خطه القادة زوريل اللي كان صراحه خبيث ومن دخول هذه الحلقه الثانيه والخبث حقه كل ما لا تحس انه يزيد و... ولا, ولا يقل يخرب بيتك شنو انت شنو قاعد تفكر فيه؟ الجهه الاخرى هيكارو وكاسادو قاعدين يخططون لشيء آخر عندنا أيضا الدكتور أمون والدكتور اللي معنا الثاني قاعد يشتغلون على شيء آخر أيضا شفنا الحين في هذه الحلقة تطور جديد ومهم مازنجر أخيرا عائد أخير. من جديد وهذا الشيء يدلك ايش انه الكاتب حاليا في هذه القصه قاعد يتغير عن كتابه الماضي ولا يهمش اللي صار في الماضي العكس قاعد يطلع لك بافكار جديده احنا كنا متوقعين مع محمد انه ممكن يطلع نسخ جديده من مازنجر وبسرعه كنا نتوقع انه في الحلقه الثانيه في الحلقه الثالثه الرابعه بالكثير خصوصا انهم قالوا الحين وصلنا للثامنه ولسه كوجي كابوتو ما ركب احد المركبات يعني في الجزء القديم كان عند المركبه الدائريه الصغيره اليوفو وبعدين صار عند السبايزر بس الان لا طول الوقت مازنجر في البدايه وتدمر من الحلقه الاولى وتم الى الان على ثانيه بس الحين لك انه خلاص شغالين عليه وقاعدين يطورونه وزادت قوته حتى وهذا الشيء مره مره قوي انهم بده يستخدمون تكنولوجيا وعلوم وطاقه جريندايزر اللي موجوده من كوكب فليد وقاعدين يضيفونه في مازنجر وقاعد يقوى مازنجر وزاد قوه وطاقه قالوا زادت قوته 10 اضعاف حتى الان ولسه ما بعد يكتمل بناءه من جديد او ترميمه او اعاده اطلاقه في المقابل ايضا هيكارو مع كاسادو بدأت تغبني صراحه بشكل مو طبيعي أه يعني ما ادري ايش اللي تبي توصل له ما ادري يعني هل فعلا في نيتنا تخلي كاسادو قائد قائد الجرندايزر بدلا من دوق فليد ام تخليه دعم وباك اب اللي تبي توصل له لبس عن قناع فحتى لو قابل دوق فليد ما راح يعرفه حتى دوق فليد لانه لابس قناع يمكن يغير صوته حتى وهيكارو تقول هذا واحد من كاسادو بس انا بقول لك بكل امانه م. اللي يوضح لي بغض النظر عن كاسادو تاريخه الاسود والسيء واللي يعني كلنا يمكن نكرهه ما ما اختلف معك في هذه النقطه اللي يوضح لي ان هيكارو قاعد تاثر عليه صحيح قاعد يتغير بطريقه او باخرى قاعد يتغير يعني هو كان عدائي مره م يعني متمرد بزياده، هيكارو قاعد تغير فيه شوي شوي، يعني مو والتغيير برضه ما جاك والله مفاجأة آه. ايه اي خلاص خلق خلك اهتوا ايه. وكذا وقال اوه وريهتو. بصير إيهتو خلاص على طول ياكم يلا، لا لا قاعد يتغير مره مره، كلماتها قاعد تاثر فيه، يعني وكانه يلمح الكاتب، كانه يلمح، وانا تعرفون يعني عندي 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 معضله في هذا الموضوع او في مشاكل كثيره مع ماجد يمكن وغيره، انك تعطي الشخص فرصه ثانيه، لربما لو اعطيت هذه الفرصه ممكن يتغير هذا الشخص من شخص سيء الى شخص كويس اذا انت اعطيته فرصه بس ما مبشر. ما عندي مانع في ان الكاتب يعطي فرصه ثانيه ولكن انا مغبون من هيكارو حتى في الحلقه ذي قالت كلمه انا يعني يقول انا قتلت ناس كثير وتقول انا ما يهمني ولا امثل اهل الارض او البشر انا استغفر الله العظيم حسب معتقداتهم يعني مؤمنه بالمبادئ والعلوم والتكنولوجيا والعقيده <تكلمة> اللي عندها عن جراندايزر والاليات اللي عندها ذي لازم انفذ اني انفذ النبؤه واجيب الشخص الطيب اللي راح يقود الجراندايزر واتزوجه يعني ه هذه المعتقدات عندها غلبت حتى حكمها على سالفه ان انت شخص او طيب كلنا إن نعرف انك شخصيه من أو من يومنا في كوكب فليد قتل ام وابو دايسكي وحتى يوم هنا قتل بس يمكن اجبرته الظروف نعم نعم يمكن اجبرته الظروف ما بختلف معاك في الجزئيه انه في احتمال الكاتب يغير ويرجع طيب ويفزع ويمكن حتى ينقذ دايسكي هل فعلا بيتغير ام سيظل وبتصدم فيه كارو وبتكون جابت فينا العيد اللقاء اللي صار بين دايسكي بطلع من النقطه دي وروح للنقطه الثانيه اللقاء صار بين دايسكي وروبينا وجود تيرونا اختها الكبيره ووجود بلاكي ووجود دايسكي كوجي وش اسمه سايكا من الجهه دي ومن الجهه دي اثنين من الجهه دي من الجهه, دي. من الجهة, دي من الجهة دي. غير طبعا الجنود واظهار قدرات دايسكي العقليه انه يقدر يشيل بقدرة مخه وعقله البيانو, البيانو يرمي عليهم وتيرونا في المقابل يوم تحولت تطلق صاعقه ثلجيه ففي في احداث وتطور واسلوب قتال يعني ما كوجي يتقاتل مع بلاكي يا اخي الحلقه مليانه مليانه احداث وترابط جنوني يفك راسك. شوفوا يا جماعه يعني يمكن اول مره في الانمي او يمكن ثاني مره تقريبا صارت من قبل مع كاسادو الحين بلاكي بس انه بلاكي يتصادم مع كوجي كابوتو كذا بالايادي ما قد صارت من قبل وهذا شيء يعني. صراحه اضافه رائعه الدكتور ابو سايكا هي. ما ناس اسمه الصدق لكن الامانه يعني يمكن البعض يقول له ايش فيك زي كذا بس انه هو يمثل الجزء اللي انا اشوف هذه كائنات فضائيه لسه ماني بواثق فيها 100% مع ان دايسكي قدم النية الطيبه وما الى ذلك لكن بطبيعه الحال مو بس دايسكي حتى مريا ايه بطبيعه الحال انا شخص لازم اكون حذر انا عندي بس ما يعني الكوكب كامل ما, ما هي بلعبه عشان سنة بس واحد والله اظهر نيه طيبه خاصه اثق فيه ثقه عمياء وزي كذا شوف ترى شكه وعدم ثقته انقذ دايسكي لأنه يوم حطت جهاز تتبع في الدباب قدروا يتبعون دايسكي الى منطقه اساسكا السوق اللي راح لابراهيم مرتين من قبل وهذه شغله برضو جميله جدا بدايه الحلقه ورون العراق بغداد فالمسلسل لازال مستمر رغم انه في اليابان اللي انا قاعد يطلع عده مناطق جميل يا اخي والله العظيم تتعب وتتكلم عن جماليه الحلقه والانمي والابداع في السكريبت اللي قاعد يصير هاليومين آه بس في هذا السيزون عفواً ولكن اللي عاجبني فعلًا فعلًا إن الدكتور أمون شكّه هو اللي أنقذ أو عفواً أبو سايكر شكّ أنقذ دايسكي لأن كابوتو سايكر جاو في زعولة وحركة إنهم شروا الفندق <applause> يا جماعة طبعا كوجي كابوتو يمكن اللي, اللي ما يعرف او ما يدري هو جده كان عالم فجده سوى شركة وخصص شركة وعنده فلوس كاش ماني وورثها حق كوجي كوجي فطبيعي كوجي يقدر يشتري فندق زي السلام عليكم يعني تو ذا فلوس لا تقول لي والله ابحاث ما ابحاث ومستقبل عالم انا شريت الفندق خلاص فكني فكني ورني الكاميرات لو سمحت خلنا اشوف شو اللي صاير وش اللي حاصل الكثير من الشغلات يعني الامانة اللي عجبتني انا في هذه الحلقة انه الدكتور قد ما قدر انه انا مع اني علومكم قاعده تخلي اطور زنجر وهذا الشيء ذكر بس لازم اكون حذر لازم اكون خواف يعني والدكتور هو ابو سيكه والدكتور امون قاعدين العكس تماما واحد منهم الطيب مره واللي مسالم مره وأمن مره والثاني اللي لا انا لازم اكون حذر بزياده الحذر فيها. وما الى ذلك فايضا ترى كلمه اللي هو هيكارو عن اللي هو كاسادو إنه قائد لا يشق لها غبار ترى لو تشوفون حتى سايكا مع انها مختصه في علوم ذو ايضا مختص لكن ترى ماريا ودوق فليت وايضا كاسادو كقياده مركبات ايضا اي افضل منهم لانهم يعني متمرسين في هذا الشغله متعايشين مع هذه الشغله متقدمين في هذه شغلة انا يعني حتى شفت حتى الالي يوم جاء دايزر ما نزل حتى من مطر ينزل من المركبه حقتها وماريا هي اللي هزمتها بالثاقب الارضي سفيزر الارضي كيف طلعت وشقته وفجرته بكل سهوله انا طبعا خفت في البدايه وقت وانا اشوف الحلقه ظنيت انه روبينا داخله فقلت اه اقتلت روبينا المجنونه <applause> طلعت تتحكم فيه من بعد ففي توستات الرساله اللي كتبتها شور الدكتور صاد الرساله بلغتهم انه ترى في كلام وكذا جميل يا اخي والله الجميل يعني في هذه الحلقه انا ترى يعني بشكل عام احب القتال اللي يكون في عده اطراف الان في كل طرفين في برضو تعارض يعني الدكتور ابو سايكا مختلف شوي مع دايسكي ونظام دايسكي اللي بيسويه آه روبينا مختلفة مع اختها وايضا مختلفة تيروني. مع تيرونا مع اختها تيرونا ومع بلاكي واللي مع اي يعني في اختلافات في منا شد وجذب من للامانه حسيت ان الكاتب يلمح ولو للحظه ما ادري هل انا يعني صدتها صحيح ولا الكاتب قاعد يلعب علي ويوسوس علي إن لربما يوم من الايام لقدرنا ندمج مش ندمج ندمج علوم الارض مع علوم فليت نطلع بشيء ممكن حتى يتفوق على جراندايزر قصدك مازينجر اللي هو مازينجر نعم لا, لا ممكن ممكن شو انا 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 حسيت ولو للحظه انه يعني انا راح اعطي دور مره مثلا لمازينجر يكون اقوى حتى من الجراندايزر لا شوف انه يعطيه دور يفزعله ينقذه ممكن حتى حتى انه يكافئه في القوه ممكن أتقبله. دايزر اللي كل وحوش فيجا و... واليات فيجا القويه والمتطوره زي زي الي تيرونا حاليا ما قدروا يتفوقون على التكنولوجيا والقوه طاقه المخزنه داخل قاسوها قبل كم حلقه قالوا 17 عشر مليار ما ادري كم شيء عظيم وبعيد أي يعني اي فمستحيل هذا اللي برضه اكتشفنا حاليا الجنزر قد قد جاء الارض قبل 6000 سنه ويعني و.. من العلوم اللي تكلم عنها في الاساطير محمد في الحلقه اللي طافت مستحيل هذا الشيء تقدر انت تتفوق عليه بس عشانك دمجت علوم الارض مع كوكب والله شوف انا بقول لك اه. منين من اخذت هذه الفكره انا قد شفتها مثلا في دراغون بول مثلا السياجين بشكل عام آه هو قوي بس من يعني خلطت دماء السياجين مع البشر كيف صارت؟ طلع لك شيء اقوى حتى من السياجين نفسه آه. فهمت فلربما يعني هذا الشيء اللي أوكي. حسيت انه ممكن الكاتب لمح له انه دمج علوم الارض مع علوم فيجا ممكن ينتج عنها شيء في المستقبل يكون يمكن آه يتفوق حتى على علوم آه اللي هو قصدي آه اللي هو كوكب فليت ممكن وإلى الان ترى اخر شيء قالوا لنا برضو جرندايزر حتى مش من كوكب فريد يعني صحيح هو شيء قديم مره وقوي جدا ولا يعرفوا حتى مصدره هي, هي يعني شطحه ابو خليليه ممكن تضبط ممكن لا تكون والله ترتد على وجهي وما ادري بس انا قد صدت كسادو انه ممكن تعاون مع هيكارو وهذا الشيء صار, صار فهذه انا حسيت انه من خبرتي المتواضعة ها <applause> <applause> من خبرتي المتواضعة مو متواضعة يعني حلوة في أعلم اني متابعة الانمي حسيت انه الكاتب ممكن ياخذ هذا المنحنى ممكن يكون غلطان انا انا ما معاها أبداً, ابدا 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 ولكن لو صارت تحسب لك وبرافو 10 على 10 ما اتوقع تصير م ماني متقبل انها حتى تصير ولكن ننتظر ونرى في العالم ما خل يا اخي خلي مازنجر يتفوق على جرندازر شو المشكلة العكس انا اشوفه شيء حلو انا يعني بالامانة الامانة كوجي كابوتو آه مطربك مره مستمتع <applause> فيه لأنه في جرانديزر سابق كنت اكرهها صراحه ولست من محبين كوجي مره لكن في هذا الجزء العكس شخصيته مختلفه تماما ورهيب واسطوري يا يعني عيال انا ماني مصدق اني باقي اربع حلقات في الموسم يعني انا بالحلقه حاليا أن باقي بس اربع حلقات اتكلم في معكم يا اخوان من واقع يعني ما كنت متوقع اني بندمج مع القصه لهذه الدرجه صحيح شوف انا اقول لك انا من عشاق النسخه القديمه ولا الان لا شفتها بنطر وبستمتع وما الى ذلك لكن في هذه القصه يمكن اكثر شيء عجبني انهم ما اقتبسوا القصه القديمه العكس اعطوني شيء جديد اقدر اتناقش فيه استمتع أخذ فيه. فيه استمتع فيه وانا الحين قاعد اتناقش معكم في هذا الانطباع ليش؟ لاني انا ما ادري ايش <تصفيق> <تصفيق> بصير فهمت علي يعني اللي صار من قبل شيء مختلف نعم الوزيزوري طلع قاد بلاكي طلع وهذا هذا بدايه الريبوت الريبوت طلع انه أحن. يكون الشخصيات نفسها موجوده ولكن قصه جديده تقديمها مختلف روبينا على فكره الجزء الماضي ترى ماتت في اول حلقه واختفت على طول أه الان لها يمكن اربع خمس حلقات يعني هي محور قصه هذا السيزن كامل روبينا وأخته تموت ويمكن ما تموت ويمكن تنضم معاه تحالف الارض هذا الشيء بعد لو صار يو والله أوه. اني بانبسط انا بانبسط والله اني بانبسط اتمنى, أتمنى اقسم دمضل. بالله لو بانبسط لر... يعني اختها تموت راح عشانها ت... ت... تيرونا تيرونا بتقول آه انا اسف يا اختي وكذا بعدين بعدين تروح روبينا تروح تيرونا وتضر روبينا معنا هيكارو تحب كاسادو يعيشون مع بعض آه اخت دايسكي تحب كوجي. كوجي يعيشون مع بعض سايكا طيب سايكا <applause> <applause> لا شاء الله ان شاء الله يا <applause> <applause> هذا هذا اللي يعني امنيات فقط ليس لا ممكن تضبط ممكن ما تضبط لكن زي ما قلت لكم بس ترى هذه نقطة مهمة يعني في الجزء القديم هيكارو كانت متعلقة في دايسكي من البداية يعني هنا هيكارو شخصية مختلفة اه بالنسبة لي حاليا غثيثة بس ما ادري يمكن تتغير نظرتي لها مستقبلا لا انا عاجبني عاجبني جدا الاختلاف يعني حتى يمكن ما تفاجأنا نعم نعم شوفي الاختلاف عاجبني أنه شخصيتي لا انا اتكلم انه لا اختلاف بين الشخصيات يعني شوف الجزء القديم مثلا كان مركز على نقطة معينة انه ها كلهم اه بنحمي الأرض ا آه الأرض اه كذا فهمت علي آه لا الحين الوضع انه في اختلافات مثلا شفت انا مثلا دكتور ابو سايق لا أنا يهمني مصلحه الارض الثاني يقول لك لا مون لا انا والله ودي ان نتعاون نحن والفضاء مع بعض يعني كل شخصيه لها فكرها الخاص فيها ماريا لها فكر خاص فيها دايسكي لها كوجي لها فكر خاص فيه كل شخصيه لها توجه خاص فيها ما لا مش كلهم والله يعني دايسكي يكون محور الكون والكل حو... لا والله لا لا اشوف هذا الشيء الشيء ان اخيرا اخيرا آه روبينا صدقت في دايسكي وامنت فيه ورجعت تحبه من جديد جد آه آه ان شاء الله تجد بلاك حق الجاية ان شاء الله والشيء الجميل برضو ان دايسكي شكر تيرونا ان حمت روبينا حمت اختش جاها إيه يعني جاي تتهمه وتقول انت الخاين وانت, وانت واختي تيرونا تقول كلام وانت قاعد تقول كلام غير بس انا مصدقتك انا ما تصدقت فيه أنا ما عنده دليل يعني دايسكي وروبينا نظام ايش هذه بنت كبيره وهذا ولد قبيله <applause> حبوا بعض وقبلتين هذين ما يطقون بعض متذبحين <applause> زين ويجتمع الا بنحب نحب بعضهم يعيش حبنا في قصه الحرب اللي صار بين قبيلتين المشكله مم. ان كلاهما امير دولته او امير قبيلته بلاش تقول <applause> الله يكسر قرنكم انتم حبكم هالمقصوف و... وهذا سبب دايس كان يقول له انت تع... افعلت او اشتعلت حرب اشتعلت حرب مع كوكب في فيجا فما ينفع حاليا تركز على الاشياء الرومانسيه هذه مو بس رومانسية يقصد انه يعني لا تنجرف خلف العواطف عواطف <applause> قلبك ممكن هالشيء يتسبب في مقتلك واحنا ترى محتاجين هذا المصيبه ان كوجي حاليا يشوف ان روبينا جرّته عشان توقع في فخ وتيرونا العكس يعني تشوف ان جاب كوجي وجاب ده كان يجرش هم يحبون <applause> بعض وولدين ابتلشوا فيهم بكل بساطه يعني على كل كذا كنا وصلنا لنهايه هذا الانطباع اتمنى انكم استمتعتوا معنا في هذه الحلقه والله اني زعلان انه بينتهي العمل نعم صدق ولكن نعم. اتمنى انه يعلن عن الجزء اللي بعده باسرع بأس وقت. وقت ممكن تكفون مانجا إنتاج يعني اهم علينا في هذا الشيء يعني حرفيا انا تعلقت في هذا الجزء تعلقت في هذا صار صار جزء من روتيني الاسبوعي كل جمعه أيه لازم يعني ما تخيلنا نوقف اكثر من سنه فتكفون تكفون حاكم حل الاخرى ادري انها صعبه ادري انها مو ذا وقلتوا تبون الدعم وهذا الدعم جاكم منا وان شاء الله ان المتابعين ما يقصرون معنا فهمتكم معنا يا مانجا الانتاج ننتظر اجزاء الجديده منكم هذه باقي اربع حلقات بس من الحين بديت احس اني <applause> بفقد, بفقد هذا العمل فشدوا حيلكم تكفون والقلب داعي لكم كذا نكون صار نهايه اتمنى انكم استمتعتوا معنا بنقول معي سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واللايك ونشوفكم على, على خير